مشاهدينا، ولأن وقفة مع أخبار المال والأعمال في جولة التاسعة. نتحول مع الوقفة الاقتصادية إلى ليلى عمر، تفضل ليلى. شكرا لكم إيمان منصور وفاطمة خليل، وننتقل لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي افتراضيا إطلاق المرحلة الأولى للمنصة الإلكترونية لمنظومة الموافقة الواحدة الرخصة الذهبية باللغتين العربية والإنجليزية. كما شهد مدبولي أيضا تجربة عملية لتقديم إحدى الشركات المصرية طلب الحصول على الرخصة الذهبية عبر المنصة في مدة استغرقت نحو 10 دقائق. هذا وأشاد رئيس مجلس الوزراء بأهمية المنصة الجديدة وبدورها في تيسير إجراءات التقدم للحصول على الرخصة. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بسرعة الانتهاء من خطة تحويل الأتوبيسات التي تعمل بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي، مشيرا إلى أهمية هذا الأمر للتحول إلى الطاقة النظيفة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لمتابعة جهود تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات، حيث تم استعراض جهود تطوير المنظومة خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى نوفمبر 2023. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي أسهم في صمود الاقتصاد المصري أمام التحديات الكبيرة التي يمر بها والتقليل من آثارها وتداعياتها. جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للنقابة العامة للعاملين بالبترول بمقر النقابة بالقاهرة. وقال الملا إن قطاع البترول الذي يعد قاطرة التنمية وحجر الزاوية بالاقتصاد المصري شهد تطويرا وتحديثا كبيرا شارك فيه كل العاملين بشركات قطاع البترول باختلاف مستوياتهم. وفي سوق المال، أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على صعود قوي بنحو جماعي للمؤشرات، حيث ربح رأس المال السوقي 20 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 25905 نقاط، بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 57% ليغلق عند مستوى 5129 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 بنسبة 99% ليغلق عند مستوى 7540 نقطة. تراجعت أسعار النفط، حيث هبط خام برنت صوب 80 دولارا للبرميل مع ترقب المستثمرين لاجتماع مجموعة أوبك بلس هذا الأسبوع. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.5% إلى 80.21 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 0.5% إلى 75.18 دولار للبرميل. وهوت الأسعار في الشرق الأوسط الأسبوع الماضي بعد أن أرجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها أوبك بلس اجتماعا وزاريا حتى 30 من نوفمبر المقبل لحل الخلافات بخصوص أهداف الإنتاج للمنتجين في أفريقيا. ونتيجة لانخفاض أسعار النفط تراجعت أسهم الطاقة في أوروبا اليوم بنسبة 0.8%. وفي كلمة لها أمام البرلمان الأوروبي بشأن السياسة النقدية، قالت كريستين لاغارد إن البنك المركزي الأوروبي من المرجح أن يناقش تسريع انكماش ميزانيته العمومية من خلال إنهاء آخر مشترياته من السندات في وقت مبكر مما هو مخطط له. قال محافظ البنك المركزي الإسرائيلي عامر يارون إنه من المتوقع أن تصل تكاليف الحرب في الميزانية إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح يارون أن إسرائيل تعيش فترة عدم يقين بنسبة كبيرة وعدم وضوح في الوضع السياسي، مضيفا أنه من المبكر جدا خفض أسعار الفائدة في ظل عدم اليقين الاقتصادي. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لإيمان وفاطمة، إليكم من جديد. شكرا لك ليلى.